إلى السائح سواء كان مواطن أو زائر أو أجنبي سوف يستمتع إن شاء الله بهذه، وهذه إضافة كنا نفتقدها من زمان في المحافظة. فأنا سعيد جدا بهذه الخدمات التي تتوفر يوميا والحمد لله في المحافظة. شوف ده أول مخيم بيئي يعني بنطوره بحيث إن هو ما يبقاش فيه حتى انبعاثات، حتى الطاقة بتاعته جاية من الطاقة الشمسية والمية بيعاد استخدامها، وكل الخامات المستعملة خامات من البيئة هنا ما فيش حاجة غريبة عنها. هذا المشروع يعد مشروع بيئي ويعد إضافة في المحافظة كمخيم بيئي الأول في هذه المنطقة. بحمد الله تمكنا نحن شركة موريا للتنمية السياحية هوانا صلالة من إنشاء هذا المخيم البيئي حتى يكون إضافة في مجال التنمية السياحية